أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاوني البلاغ رقم 47 لسنة 2021، والذي ينص على معاقبة سائق وسائط النقل العام غير المتلقي للمطعوم. ونص البلاغ على معاقبة السائق غير المتلقي للمطعوم بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة. معنا نقيب النقابة العامة لأصحاب البساطة الأردنية المهندس عبد الرزاق الخشمان، أهلا وسهلا بك معنا. كيف استقبلتم هذا البلاغ الجديد من قبل الحكومة؟ يا هلا أخي الكريم. أخي الكريم، بالنسبة لقرار الحكومة اليوم 47، إحنا لا شك كنقابة وكقطاع نقل نؤيد حماية السائقين والمواطنين معا، حماية المجتمع. إحنا نحكي حماية مجتمع وإحنا ننادي بهالكلام. اثنين، كنا ننادي حتى بوضع من اخواننا من اللجنة الاوبئة بالمجمعات محل تجمع الركاب. احنا ما يكون في اخوان من لجنة الاوبئة بمجمعات تجمعات الركاب، مجمعات الباصات، للتأكيد انه على السائقين هل اخذوا هذا المطعوم ام لا. احنا نؤيد هذا الكلام. بس في ملاحظة هون، ملاحظة نتمنى من اخواننا الحكومة انه اعطاء، يعني بحالة دققوا بهاي الامور، انه الأكثرين من السائقين، على فكرة الأكثرين من السائقين مطعمين ماخذين المطعوم، الأكثرين من السائقين لابد في يمكن تجاوزات معينة أو نسب ضئيلة، بعض يعني بالضبط مش عندي الدراسات أو بعرف فيها. إحنا مع علاج هذا الأمر، بتمنى بس من حكومتنا تعطي مهلة مثلا إذا نزلوا على المجمعات ودققوا 48 ساعة كم يوم حتى يعالجوا هاي الأمور، الإخوان السائقين يعالجوا ياخذوا المطعوم. بعدين إحنا الهدف مش العقاب، إحنا الهدف حماية للسائقين والمواطنين، هذا هدفنا كلنا، واحنا مع هذا التوجه وطبيعي نؤيد هذا الكلام. وبعدين تأييد للحكومة، نشكر الحكومة على إلغاء الحبس بالنسبة للسائقين على 6 أشهر. لا شك هذا شعور من الحكومة انه هذا ضرر كبير على السائقين يوم تحبس السائق 6 أشهر، وبتعرف هذا رزقته من السائق، رزقته من كسائق، من عدم حبسه. فهذا لا شك هذا خطوة إيجابية نعتبرها احنا كنقابة، بعتبرها خطوة إيجابية لصالح السائقين عدم الحبس والتهاون بهالامور. بس الغرامه اتمنى يعطون مهله بالنسبه للي مش ماخذ المطعوم، يعطون مهله كم يوم، اللي مش ماخذ اللي هي نسبه ضئيله، بكرر نسبه ضئيله. هل هناك بعض السائقين لا يريدون اخذ المطعوم؟ اخي هلا بعرف، بس تعرف هلا في هاي شغلات فرديه، بقدرش اعمم هلا، احتمال وارد، بقدرش اقول ما فيه، احتمال وارد، بس احنا مع التطعيم ومشدد على التطعيم عشان هاي حمايه للسائق والمواطنين وللمجتمع. احنا ما بدناش نرجع على العقوبات وما سمح الله، الله يبعد عنا ان شاء الله. فاحنا نؤيد سيدي الاتجاه مع اعطاء المهله للاخوان للتطعيم، مع اعطاء المهله. نعم شكرا. واتمنى انه المجمعات ياخذوها بعين الاعتبار، ينزلوا لجنه على المجمعات الباصات للتشييد، للتاكيد على السائقين تشييد. يعني احنا بدنا التوعيه وتسهيل الامور، انا مع تسهيل الامور. وشكرا لك، هذا وجهه نظرنا احنا. وضحت الفكره، شكرا جزيلا لك نقيب النقابه العامه لاصحاب البساطه الاردنيه المهندس عبد الرزاق الخشمان. رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق معنا الآن عبر الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بك معنا. أستاذ خليل، كيف تقرؤون المراجعة بداية لأمر الدفاع 32؟ شكرا أخي علي. في الواقع اليوم اجتماع كان جيد جدا، مثمر، جاء المثمر، وبصراحة كان حتى الجو كان في مريح، كل المطالب تبعتنا تقريبا تم الاستجابة لها. احنا اللي طالبنا بتعديل بند عمر الدفاع رقم 32، لانه بصراحة ينص على اغلاق المنشأة اسبوع واسبوعين لو حالة واحدة غير متلقي المطعوم من موظفي المنشأة. مع الوزير قال انه هذه العقوبة قاسية، سيتم التعديل لاعطاء مرونة، طلبنا يكون نسبة معينة من الموظفين 70% مثلا اذا ماخذين مطعوم يعطى مهلة، طلبنا باستبدال الإغلاق بغرامة مالية معقولة في حال لم يلتزم بالمهلة اللي تعطى له لتصويب الوضع. فأمر 32 إن شاء الله قريبا بيكون في تعديل، ولأنه كانت العقوبة قاسية. البلاغ 46 أيضا طلبنا بتعديله، وأول شيء العقوبة قاسية ومجحفة ولا قدرة للمحلات على تحملها، وطلبنا بأن يتحمل المخالفة من لا يلتزم بأخذ المطعوم. لماذا يعاقب التاجر مرتين؟ مرة على أمر الدفاع 32 إذا موظفه ما أخذش مطعومه هو، ولازم يتعاقب اللي
لا يلتزم. المطعوم مجانا، الحكومة تقدم المطعوم مجانا، واليوم نداء للشباب اليوم انه نسبة كبيرة منهم غير مترقين مطعوم. فاليوم في عندنا قلنا للحكومة قدم حوافز للناس، نقعد مع بعض عشان المصلحة الوطنية تقتضي انه الكل ياخذ المطعوم. نعم استاذ خليل، ذكرت بانه فيما يخص امر الدفاع الثاني والثلاثين كان هناك تجاوب، لكن فيما يخص البلاغ رقم 46 كيف كان التجاوب؟ لانه لغايه اللحظه المخالفات موجوده وترتفع في حال تكررت. شكرا. بلاغ 46 نافذ، وقالها بصراحه الوزير لا املك الصلاحيه انا وغيري اليوم نوقفه. تم اتفاق توافق على توصيات اخي علي ترفع لمجلس الوزراء عن طريق وزير الصناعه والتجاره اللي هو يراس كل الجهات الرقابيه. التوصيه الاولى انه اعاده النظر في من يتلقى المخالفه، قيمه المخالفات والاغلاق الرابع مره، ايضا اعطاء فتره لتوضيح الامر، الامر موضوع سند اخضر والتطبيق غير واضح لمعظم الناس. طلبنا بمهله حتى ومراجعه القطاعات، طلبنا الغاء المطاعم الشعبيه، ومعالي الوزير تفهم وقال سارفع بتوصيه بالغاء المطاعم الشعبيه من الجهات المستهدفه في هذا التطبيق. قطاع الالبسه تم استثنائه، البقالات، محلات الخضار، الحلويات، يعني المحل الصغيره يعني، وحتى القطاعات يعني الخضار، الالبسه، لانه نتحدث عن مراكز تسوق ومولات. اليوم في خلاف او طلبنا توضيح بالنسبه للمولات، من يتحمل المسؤولية؟ صاحب المول أم المستأجر عنده؟ لأنه البوابات أخي علي يتم تدقيق عليها من قبل رجال الأمن التابعين للمول وليس لصاحب المنشأة أو النبوتي أو المطعم داخل. اللي بدي أحكيه اليوم رح نتابع هذه التوصيات. في موضوع آخر اليوم كان طلبنا إعادة النظر في كل أوامر الدفاع 17 26 32 و46 أيضا. وشيء مهم اليوم استجاب معالي الوزير مشكورا، موضوع اجراءات الصيف الامن، اعترضنا على عدد المسموح لهم بالوجود بصالات الافراح. طالبنا ان يتم معامله كل صاله او كل قاعه على حده، يتم زيارتها بمعنى واطلاع على مساحتها، بمعنى انه سيتم اعاده النظر في العدد المسموح فيه لكل صاله على حده، بمعنى الصالات الكبرى اللي فيها تهويه وفيها مساحات كبيره لن تعامل ب 200 شخص زي المساحات الصغيره، وهذا حق للمستثمرين في هذا القطاع. فاليوم موضوع توحيد الجهات الرقابيه اتفقنا عليه، لن تزور المنشاه جهتين او ثلاث، ستزور جهه واحده، وسيتم اطلاق خط ساخن غدا من قبلنا ومن قبل الوزاره لتلقي اي ملاحظه بزياره اي جهات تعدد الرقابه، أو إذا كان في هناك بعض الزملاء شعروا في ظلم أو إجحاف حيكون في خط ساخن وإرسال الفيديو وللتأكد أنه هذه المخالفة لم تتم أو غير. الموضوع الآخر اللي كمان حكينا فيه بنرجع ل 46 أخي علي، إذا المول حاط رقابة باب المول ووجد بعض الحالات الفردية داخل المول سيتم التعامل معه غير اللي مستهتر أو اللي لا يطبق الأمر. إحنا اعترضنا مرة أخرى على كل أمر الدفاع 46 لأنه لم يتم التشاور معنا. في توصية جميلة كانت اليوم أنه لن يتم إصدار أوامر دفاع في المستقبل أو بلاغات دون التشاور مع القطاع الخاص ومع لجنة اقتصاد الاستثمار، ممكن لجنة الصحة في مجلس النواب، حتى يكون القرار قابل للتطبيق وفي توافق من الجميع. الموضوع الآخر إذا تسمح هل لي تم الحديث عن تواريخ تخص هذه التوصيات؟ متى من المتوقع أن تصدر من قبل الحكومة؟ يعني يمكن كان واضح جدا موضوع الأراجيل بنحكي فيه، خلال الأسبوع راح يطلع بروتوكول ينظم أو يسمح بتناول الأرجيلة أو تقديمها داخل الصلاة. المقاهي والكوفي شوب راح يكون بدون فواصل لأنه هي منطقة تدخين. المطاعم السياحية وغير السياحية راح يكون في فواصل، فمعالي الوزير وعد خلال أسبوع تكون البروتوكول جاهز وقابل للتطبيق. باقي الأمور وعد يعني بأسرع وقت يرفعها ل لجنة استدامة العمل اللي فيها أكثر من وزير، ثم اللجنة ترفعها لمجلس الوزراء لأنه دولة الرئيس أو مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية في تعديل البلاغات. فاليوم أعتقد حققنا شيء إيجابي، كان في نفس شراكة، كان في نفس تقبل ملاحظاتنا كلها. زملائي حكوا أيضا في رئيس غرفة تجارة الزرقاء ورئيس جامعة المطاعم، موضوع الطاولات غير مبرر بقايا 10 أشخاص حتى بعد التعديل، هي كانت 6
13 و15 برا. اليوم برا، اليوم في شتاء اخي علي، داخل الصالات غير مبرر بقاء العشر اشخاص طالما ماخذين مطعوم وطالما في تباعد. الموضوع الاخير يمكن اللي بدي احكي فيه، حصلنا فيه شويه وعود ايجابيه انه من يتلقى المطعوم مطعومين ليش تخالفوا كمامه وتباعد، وهي توصيه رفعناها اليوم بالتوافق انه سيتم ان شاء الله اخذ قرار من ياخذ المطعومين او مطعوم ينتظر الاخر انه ليش تخالف كمامه. الامر الاخير طلبنا احنا شطب المخالفات من دوله الرئيس، طلبنا شطب المخالفات بالتباعد والكمامه لكل التجار اشبطا بالمهرجانات والمطربين، فتم تحويل الامر لوزير الماليه وزير الصناعه والتجاره انه شطب المخالفات اشبطا معامله بالمثل يعني، وعدم المخالفه من يوم طالع على الا كان في مؤسسه لا تريد تطبيق اي امر دفاع ومستهتره. نحن حريصين على مصلحه البلد، حريصين على اساليب الوقايه واخذ المطعوم، لكن من حقنا اليوم بعد ما شفناه من المهرجانات ومن مطربين وحفلات ان نطالب بالمساواه ووقف المخالفات، انه اليوم لا قدره للتجار على دفع هذه المبالغ، وبصراحه في مبالغه بحجم المخالفات وقيمتها. نعم يعني كما ذكرت اللقاء كان مثمر اليوم وتبدو السعادة على وجهك، لكن في الجانب الآخر كيف تنظرون إلى الارتفاع في عدد الأرقام المسجلة من حيث الإصابة، الارتفاع في عدد الحالات النشطة وارتفاع النسبة المسجلة مقارنة بعدد الفحوصات التي تجرى خلال الفترة الماضية؟ هل هناك أي تخوف من قبلكم من هذه الأرقام المرتفعة؟ خليني أعلق على السعادة أخي علي، لأنه تعود كثير أنه يتم الاستجابة لمطالبنا، فأشكرك أنك لماح يعني. طيب يا سيدي، شوف أنت ما بتحكي فتح مدارس وجامعات وقطاعات، طبعاً قطاعات هي مش مبرر، البعض يصرح من بعض المسؤولين قطاعات زمان فتحت، اليوم اللي استجد المدارس والجامعات والحفلات اللي صارت هي وش طبيعي يكون في ارتفاع. امبارح كان 1300، أول امبارح 500، فإحنا ما نقعد نحاول نخوف الناس، والبعض بلمح لإغلاقات وهذا الكلام غير مقبول، لأنه أي تصريح أي تلميح للعودة للخلف هذا يربك الأسواق ويعني يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد. اليوم الحالات تحت السيطرة، ما في أي داء، ما في انتكاس لا سمح الله، ما في قفزة كبيرة. وبعدين أخي عادي أنت بتعرف أكثر مني أنه يجب أن تحسب الأرقام أسبوعيا وليس باليوم. يعني زي ما حكيت لك، أول امبارح كان 500 وشوي والوفيات 6، امبارح كان 1300 وأظن الوفيات 12، فبالتالي إحنا في وضعنا آمن. المدارس لما حكى وزير الصحة امبارح ثلث الإصابات تحت سن 17 في المدارس من فئة 10-17، هم بدنا ندير بالنا. الجامعات أيضا بدنا ندير بالنا، ما أدفع كقطاع خاص أنا كل ما يصير أي شيء أنا الشماعة اللي بتم التعليق عليها. فنفتح اليوم نعتبرها صفحة جديدة في التعاون، صفحة جديدة في التنسيق، إن شاء الله أنه ما يطول التعديل تبع أمر الدفاع 46، لأنه اليوم تلقينا كثير من الملاحظات بصراحة على صعوبة استخدام تطبيق سند، ازدحام الباب بعض المولات. نعم اليوم في ناس ما بتعرف عنه، فالأصل كان يكون في حمل التوعية. نعم. وبعدين هل هذا مبرر ولا غير مبرر؟ والمخالفة مرة أخرى يجب أن تكون على المواطن أو الزبون اللي مش متلقي المطعوم، صاحب المنشأة لا ذنب له، هو الحكومة مش قادرة تقنع الناس. نعم. تتحمل مخالفتها أنا بس يعني. نعم وضحت الفكرة رئيس غرفة تجارة عمان الأستاذ خليل الحاج توفيق، شكرا جزيلا لك. معنا مدير عام شبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية دكتور مهند نسور. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. دكتور كيف تقرأ الحالة الوبائية في الأردن نظرا للارتفاع المتتالي في أعداد الإصابات وبنسبة الفحوصات الإيجابية كذلك؟ مساء الخير. أهلا بك. يعني حقيقة احنا بدأنا نشهد زيادة في عدد الحالات الإيجابية، وكذلك كمان نسبة الإيجابية قاعدة ترتفع، اليوم طلعنا عن 5%، وهذا كمان مؤشر مهم جدا. وبالنسبة إذا لاحظنا كمان المؤشرات المتعلقة في المستشفيات الإثقال فجميع المؤشرات في حالة ارتفاع، الارتفاع ما زال تدريجي لكن شيء ينذر، وخلينا ننتبه أكثر في الأيام القادمة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. ما الذي يتم التوصية به الآن داخل اللجنة الوطنية للأوبئة؟
يعني بشكل عام المطعوم المطاعيم وتفعيل المطاعيم ورفع النسبة هاي من أهم الاستراتيجيات اللي يجب العمل عليها بشكل مستمر، سواء كانت بتخص الجرعة الأولى أو تعزيز الجرعة الثانية بشكل عام. فالسير قدما البرنامج قطع مراحل متقدمة وممتازة، ولكن يجب علينا أنه كمان نعزز هذه الاستراتيجية بشكل أوسع إن شاء الله. فيما يخص الجرعة الثالثة، نعم الجرعة الثالثة لحد الآن هي لكبار السن اللي أعمارهم فوق 60، لبعض للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة ومن لديهم أمراض مزمنة. نعم دكتور، يعني عندما ننظر إلى هذه الأرقام وارتفاع النسب التي تحدثت عنها، هل هناك أي قلق لديكم من عودة موجة ثالثة تؤثر بشكل كبير على الأردن؟ يعني خلينا نقول أنه إشي متوقع. إحنا شهدنا في الأسابيع الماضية تجمعات كبيرة وحاشدة، ورجعت دخلنا في أمان زائف ورجعنا التجمعات، وشهدنا تجمعات أنواع مختلفة، وهذا كنا إشي لا نحبذه أبدا، وقاعدين نشوف الارتفاع نتيجة هذه التجمعات. كمان في عملية اختلاط كانت واضحة، وقاعد الزيادة بتصير على جميع الفئات العمرية. أعتقد إنه يكون عندنا موجة شديدة، لا أعتقد أنها تكون بغراوة أو شدة الموجة السابقة، لكن إحنا برضو قاعدين نشهد. ما هو المطمئن في الوضع الحالي حتى لا تكون قوية؟ المطمئن نسبة التغطية بالمطاعيم جيدة. يعني إحنا بلغنا اليوم نسبة حوالي 55% بجرعتين، وهي نسبة ممتازة يعني جيدة جدا. ووصلنا إلى 60% بالنسبة للجرعة الأولى، والعمل حقيقة جاري بشكل جيد في المطاعيم، هذا مطمئن جدا. والسبب الآخر بعتقد أنه نسبة الإصابة بالعدوى طيلة السنة الماضية كانت عالية، فكمان في ناس أصيبوا طبيعيا، فهذه العوامل بتخلينا شوية. أما لا في التزام ولا في أي تقييد بالإجراءات، يعني حديثا بجوز آخر يومين بدأنا نرى بعض الطوابق أو تفحيل بعض أوامر الدفاع، لكن ما زلنا بعيدين جدا. ونقلتني دكتور يعني بالحديث عن أوامر الدفاع، نقلتني لسؤالي الأخير، إلى متى أوامر الدفاع؟ والله هذا يا سيدي سؤال أكبر من الصحة أو هذا أوامر الدفاع. إحنا بنقول من ناحية صحية أنه قانون الصحة العامة الأردني قانون متطور حديث، كان رياديا في الوطن العربي، وأعتقد أنه يلبي حاجاتنا في الوضع الحالي. لا نحتاج إلى أوامر دفاع جديدة لتنظيم أمور المتعلقة بالصحة، احنا بنحتاج الى تفعيل والعوده الى قانون الصحه العام. هذه الفكره وصلت الى الحكومه عبر لجنه الاوبئه؟ يعني احنا دائما بنأكد انه على قوه، اعتقد انها وصلت، وبنحب تذكر كمان مره انه قانون الصحه العام الاردني يفي بالاغراض، وخاصه في المرحله الحاليه. يعني في بدايه الوباء كان هنالك نوع من التبرير، لكن الان الوضع استقر وتمأسس وتنظم، فالعودة إلى قانوننا الأصل في كل هذه الأمور، وتم يعني العمل عليه بشكل جيد جدا ممتاز، بالعكس يعني من أفضل قوانين الصحة العامة بالوطن العربي. فأظن أنه إذا نقرأ نصوصه جميعها يعني تدير الوضع وتعطي صلاحيات بمواضيع مختلفة واسعة جدا. نعم الدكتور مهند الانسور مدير عام الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، شكرا جزيلا لك.